الملعونة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. التعبير النبوي للرؤى. كون الرؤيا الصالحة من المبشرات. عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. أخرجه الترمذي وصححه، وكذا الحاكم والألباني. قال المبارك فوري: قال المهلب: ما حاصله؟ التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، فإن من الرؤيا ما تكون منذرة، وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي، ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا، ويرد عليه الإلهام، فإن فيه إخبارا بما سيكون، وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤيا، ويقع لغير الأنبياء كما في الحديث في مناقب عمر رضي الله عنه: قد كان في من مضى من الأمم محدثون. وعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. كون الرؤيا الصالحة من الله تعالى. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لا تضره. أخرجه البخاري ومسلم.